رهجة الوقوع بين قمرين. حين نظرت بوجه مرافقي وجدته يرنو إلي باستغراب، قلت له: لا تسأل كيف قطعنا 100 متر بأقل من نصف دقيقة. ضحك وهو يهز برأسه وكأنه أدرك لتوه بأننا دخلنا المسيدة بأرجلنا. حينما تحدثت وإياه في أثينا عن صعوبة الطريق واسترجعنا معا قصص قطاعي الطرق واللصوص الذين يكمنون لعابري الحدود، بصراحة وجدت مبالغة كبيرة في الحكاية، فالطريق لم تكن لتحتاج دليلا يدفع له العابر عن كل حدود تحويشة العمر كما يقولون. الطريق وحدها ومن دون أي شيء تأخذك إلى حيث تريد، جل ما عليك أن تتبع خطوات من سبقوك. فالطريق مكتنزة بتذكارات الرفاق، هنا جلسوا وأكلوا المعلبات والخبز المدور، وهنا شربوا عصائر الطاقة الجاهزة والتي تقيهم حسب ما يقال خمول الأبدان، وهناك بدلوا ما عليهم من أسمال متسخة. انظر إلى هناك من خارج خط الكتاب اللعينة، انظر لتعاين وجود عدد من أزواج الأحذية المفردة، قد تجد الجزء المفقود منها على بعد عدة أمتار. لا أريد أن أعكر عليك صفو القراءة بقولي، فقط هم يتركون بعضا من أحذيتهم وبشكل عشوائي حين تباغتهم دوريات الحدود. أنا أدرك كم هو موجع أن يمشي المرء في الأوحال وبين الحقول من دون حذاء، لا بأس ولا بؤس في الأمر. حين يصل عابر الحدود إلى مبتغاه النهائي كما نرنو الآن إلى مبتغانا، أنا متأكد بأن تلك الحوادث ستصير قصصا شائقة وسيقوم مشترعوها بتفخيخها حين يرش عليها من سكر الوجع الأكشن ليصطاد بغواية سردها الشائق أكبر عدد ممكن من لايكات الإعجاب عبر متصفحه الافتراضي. بصراحة ما كان علينا ارتكاب تلك الحماقة ودفع مبلغ كبير كي يمشي معنا رجل هو مثلنا يتتبع تذكارات ما تركوه ممن مشوا قبلنا. بعد أن قل عدد أفراد المجموعة إلى أكثر من النصف تقريبا، وخصوصا أن الشرطة وقتها منعت العائلات التي لديها أطفال من متابعة الرحلة بعد أن سمحت لنا الضابط بالهروب، يمكن للمجموعة الحالية أن تسجل رقما قياسيا في المسير، فلم يعد هناك معوقات تقوم بتأخيرنا. من جديد تم شحن الهمم، وبما أننا في منطقة حدودية فهذا أمر فيه من الخطورة الكبيرة، فلا يكفي تعاطف الضابط الفتاة اليونانية معنا، قد نقع مرة تالية في قبضة دورية أخرى، أو لربما نسقط في كمين مخاتل لحراس حدود دولة مقدونيا التي نقف على تخومها الآن. على سيرة مقدونيا ومن باب التنويه، وحسب القصص التي تناقلها عابرو الحدود مهاجرا عن مهاجر بقولهم، حراس حدود مقدونيا ورجال الشرطة هم صورة طبق الأصل من حيث التعامل مع أي حارس حدود عربية، يعني بالعربي الصريح هم يعرفون الفلق ويعرفون الركل ويعرفون كل أنواع الشتائم. لكن الميزة الأجمل والتي يتصفون بها عن غيرهم من حراس حدود الدول الأخرى بأنهم يمتلكون سلطة على البشر كما سلطة الله على عبيده، فلا تستغرب حين تقع كفريسة اللعينة في مصيدتهم ثم يطلقون سراحك في البرية لتهيم مع روحك، وقد لا يقومون بضربك أو شتمك كما أسلفت لك، بل حين يجدون لديك مبلغا جيدا من المال وهاتفا ذكيا يستولون عليه، ثم يقومون بنزع كل ملابسك عن جسدك ويتركونك تمشي عاريا في الغابات. أنا لا أقول هذا كي أخيفكم، فبالتأكيد حين تكون هذه السطور قد دخلت خط المطبعة ستكون قد نسيت أنت كل تفاصيل الطريق وملامحها، لهذا ما كان على أي عابر حدود أن يستغرب حين يتفاجأ بظهور شخص عار أمامه على حين مرور. لا ضير عليك ألا تهرب ولا تخاف يا صديقي، فقبل ساعات كان هذا الرجل عابر حدود مثلك، وليس كما دار بذهنك وبعجالة حين ظننت أن الرجل جاء من العصور القديمة أو أنك قد تستعيد حكاية أهل الكهف. لا يا عابر الحدود الكريم، توقف واستر عورته، فقصص الأولين هي فقط مسطورة في كتب مكنونة، وقد ولى زمانها وأوانها. مد المساء جناح سدوله باتجاه سلسلة الجبال البعيدة ليواري عن عيون عابري الحدود نزول الشمس إلى سريرها الوردي هناك، وحده هدير محركات السيارات العابرة للطريق الدولية بين الحدود هي من تكسر هدوء المساء من دون أن نراها كوننا نلوذ في عمق الغابة.
مع بداية التقهقر أماما باتجاه مقدونيا العظيمة، لم نرى الحواجز المألوفة كما البلاد، فالحدود كانت طبيعية. جل ما تراه هو عدد من المكعبات الأسمنتية يمكن لأي رجل تحريكها، وقد زرعت في جوفها يافطة معدنية أقصر مني بكثير، تنتهي بمثلث أصفر عليها صورة كف لونه أسود. تلك هي حدودهم. على سيرة الكف الأسود وأنا أضع كفي فوق رسم الكف، تذكرت المسلسل الكرتوني عصابة الكف الأسود الذي كنا نتابع حلقاته بشغف بعيدا عن العصابة التي كنت أحد أفرادها حين كنا نسرق الديوك من أخمام أهلنا سالفا. عند الحدود تتبادر إلى ذهن المرء أفكار جنونية. خطرت ببالي فكرة لئيمة، قلت لي وفي سري: لقد أكرمنا أهل اليونان خير كرم، فلماذا لم نرد لهم هذا الجميل؟ لكنني عدت لتنبيهي: بشرفك اسكت. جميل قال: يستر عرض أختك، الأمور أكل هوا. لك إيه؟ شو صار يعني؟ حكينا كلمة وبعدين أنا ما قصدت أنه نعزم اليونانيين على عشاء أو غداء لا سمح الله. لك الواحد يمكن أن يرد الجميل من غير أن يخسر شيء أبدا، أصلا المصاري بدأت موتك من كثر التفكير، وبآخر المطاف رح يناموا بجيوب المهربين. سكوت، هات لنشوف، تفالح علينا بأفكارك النيرة. يلا. طيب، هذا كلام زين وقابل الاستماع، تعال بس حط إيدك معي وقول يا الله. شو؟ جنيت؟ صلي على نبيك وقول الله. ما جنيت، أهل اليونان حواتمية ويستاهلون. بصراحة كانت الفكرة مجانية، وعلى مبدأ المثل القائل: من دهنه سئيله. جل ما فعلته في غفلة مسير الرفاق على الشريط الحدودي، وكلما مررت بالقرب من مكعب أسمنتي كنت أحمله وأدفع به لعدة أمتار داخل الحدود المقدونية. تصوروا لو أن كل عابر حدود حمل هذه المكعبات لعدة أمتار داخل حدود مقدونيا، وبعيدا عن حساب مساحة الجزر اليونانية في البحر، فأنا متأكد بأن مقدونيا كلها ستنقرض بعد شهر وتصير جزءا من اليونان. وبما أن تلك المكعبات هي التي تحدد الحدود، أجزم أني منحت اليونان العظيمة اليوم أكثر من 100 متر على الأقل أثناء مروري. تجاوز منطقة الخطر على الحدود المقدونية لم يكن كما سبقه من حدود، فكل شيء وحسب ما يبدو متفق عليه مسبقا. أرتال عابري الحدود لا يغيب حضورها، فالمجموعة التي لا تراها بالعين تشعر بمرورها بالقرب منك، هذا بعد غياب الشمس. لكن قبل الغياب بدا الأمر مختلفا، وعلى عينك يا تاجر. في نقطة العبور هذه مررت بمئات الصحفيين والمصورين، كانت محطات عالمية ترصد عبور المجموعات. كثيرا ما حاولوا التحدث إلينا، ولكننا أغفلنا سائرين نحو مآربنا المنشودة. أبناء القرى التي عبرناها خلال مسيرنا المسائي كانوا ودودين إلى أبعد ما يتصوره المرء. كنا نتلمس حضورهم بالقرب منا، فقد كانوا يتلصصون على مرورنا من وراء أسوار بيوتهم من دون أن يعكروا صفو مسيرنا، إلا حين يخرج أحد كلابهم عن طوره ليبدأ بالنباح، وهذا ما كان يجعلنا نشحذ الهمم للخروج السريع بعدما تتحد الكلاب معا ليعلو صوت نباحها. الوجهة القادمة حسب قول المهرب المرافق عند المجمع. حين مرر المفردة تيقنت بأن المجمع هو مركز تجاري أو على شاكلة اسمه. ربطت على ظهر مرافقي من باب الطمأنينة، سيكون في المجمع كل شيء على ما يرام، وذلك بعد إلحاح المهرب أنه علينا المسير بوتيرة سرعة أكثر للوصول إلى المجمع المذكور قبل الساعة 11 ليلا، وهذا ما سيتيح لنا فرصة صعود القطار لو وصلنا حسب ما يريد الرجل. بالتأكيد فكرة صعود القطار أمر مغرم من غير شك، فلا مأمن من هطول المطر بأية لحظة، لهذا ما من خيار غير حث الرفاق للوصول في الوقت المحدد، حتى لو كان هذا الوصول على حساب راحتنا. راحتنا؟ أية راحة؟ خاف ربك. انفرط عقد القرى المقدونية وراءنا وتناثر بشكل فوضوي، هذا بعد أن عقدنا عزم الوصول إلى نقطة الضوء التي تلوح مثل وشم في سماء مبهمة. ثمت ما هو طارئ حدث في غير أوانه، تلمست هذا عن كثب حين بدأ مرافقي بالتأخر عن الركب، فبين كل عدة أمتار وأخرى يتوقف ليعيد ربط بند حذائه. وعندما عدته وهو جاث على ركبتيه عاينت الحقيقة الموجعة عن كثب، فلقد خارت قوى الحذاء الذي انفصم إلى قطعتين، فبدت أصابع الرجل بادية وكأنها لسان كلب عاد من معركة ذئاب.
حاول ربطه ببعضه البعض من جديد لكنه لم يفلح، لهذا تخلى عن فردة الحذاء المعطوبة وتابع المسير بفردة واحدة. بعد عدة اتصالات بين المهرب وأصدقاء له، أكد لنا بأننا قد أصبحنا على مقربة من المجمع وأن مهمته ستنتهي هنا بعد أن يتولى غيره باقي المهمة، لهذا يتوجب على الجميع دفع المبالغ المترتبة حسب الاتفاق المبرم سابقا. لم يدم الأمر طويلا، وقبل بلوغ الساعة 10 كنا في المكان المحدد، فلقد كنا ندور على مقربة من المجمع المنشود. هنا تبخرت كل أحلامنا المنشودة التي رسمناها في رؤوسنا والتي تم اختزالها بحدود ارتشاف فنجان قهوة أو كأس شاي مختمرة كتلك التي كنا نطهوها في خيمة الشعر التليدة. خيبتنا كانت أكبر مما توقعنا عندما اكتشفنا المجمع، فهو قطعة أرض مسورة بأشجار السرو الطويلة بفسحة لربما توازي بالمقاربة ملعب كرة قدم، لكن المفارقة هنا كانت مختلفة من حيث عدم وجود مدرجات، فالجمهور كان عن بكرة أبيه في أرض الملعب، فقد تجمهرت أكثر من 30 مجموعة بشرية يتراوح عددها من 20 نفرا على حد التقريب إلى ما يفوق 50، وبأشكال وألوان مختلفة، عربي أفريقي وآسيوي و إلى آخره. حين ودعنا المهرب القديم، كان المهرب الجديد قد تسلم زمام مهامه، وكون عدد أنفار مجموعتنا قليل تم دمجنا مع مجموعة أخرى. عند وصولنا المجمع وأنا مستلق على ظهري، وبينما كان مرافقي يتلمس رؤوس أصابع قدمه التي تخلى عنها الحذاء عند أول مفترق حدود، رأيت الغيوم البيضاء في أسفل قبة السماء مربكة، جلها دخل ببعضه البعض وكأني بها تتلمس حضور زائر مهيب الطلة، وبينما كانت غيمة تشبه رسم حوت نافق تجر ذيل خروجها من المكان، انقشع الظلام ليطل القمر المقدوني بأبهى حلة له. يا الله، منذ زمن لم نلتقي. أمعنت النظر جيدا بهالة تكويرته المدورة، مددت يدي نحو خده بعبثية علي أن أتأكد من صحة حدسي. عاد بي الهجس إلى الوراء 1000 عام وعام، فالهالة المخملية لوجه القمر تشبه تماما الزغب الدراقي الذي كنت أتلمسه وأنا عائد في طريق مدرسة الإعدادية من البلدة المجاورة على عانة زميلتي، وقت كانت تفك لي كل أزرار رغبتها بكل براءة. ثمة إحساس ناعس ودافئ المزاج عبر روحي، كانت الحكاية كلها استحضارا لأحلام بائدة ذهبت مداركها هنا في نقطة الحدود اللعينة. كان بيني وبين وصول أوج النشوة بضع تفاصيل ناعسة، لكن حشرية مرافقي جاءت بغير وقتها حين نبهني بأننا بتنا على وشك المغادرة. على حظي صار وقت المسير؟ شو قلت؟ ولا شي، قلت ربي يسر. مفارقات الموت. حكاية الوقوف أمام الذات بدعة اجترحها الدعاة للتنظير علينا نحن مسلوبي الإرادة، وغير هذا هو منطلق الضحك على اللحى. الحقيقة لا تقبل القسمة ولا المناصفة، وجل من يذهبون بهذا المعطى ومن باب القناعة هو إرضاء للذات الضعيفة والخوف من الوقوف أمام مراياها. انعكاسنا. كان السؤال الصريح وبعد 3 سنوات ونصف من رحلة الاغتراب نحو قارة الأحلام المزيفة، أية حماقة ارتكبت بحقي؟ وأنا أعيد من جديد ترتيب أوراقي كلها في محاولة لرسم سلم بياني أقرب هو لجردة حساب تبدأ من النقطة 0 إلى أن ينتهي المطاف عند النتيجة. كان المراد من كل هذا الوقوف على خاتمة مقنعة توقف في رأس دوامة الهجس الذي لا ينفك عن لكز روحي وقت هجعتها. لماذا لم تبقى مثل باقي الناس في البلاد؟ خفت. أن تموت مثلا؟ أبدا، الموت حقيقة لا تخيفني. عجيب، إذن ما من مبرر لك في الخروج؟ بالعكس، ربما كان هذا صحيحا من وجهة نظرك. هناك ما هو أصعب من حكاية الموت. تحاول إقناعي من وجهة نظرك ككاتب، وهذا في الواقع لا يجعلني أتقبل أي فكرة. لست خائفا من الموت وتركت البلد؟ كيف؟ ربما لم أخف الموت للحظة بقدر ما كان خوفي كبيرا من الدم. الدم؟ هل تخاف من الدم؟ نعم، الحرب اللعينة لم أرد لي أن أكون جزءا منها، على الرغم من أنني دخلتها منذ لحظة اغتصاب بيتي. ها
هل تدرك كم هو صعب أن ترى بأم عينك كيف يحترق بيتك وتحت اسم الله وتبرر بدم بارد لأولادك إنها الحرب بلا أخلاق؟ كان السؤال لماذا؟ على شيء لم أختره بإرادتي، اسمي، ملتي. كان كل ما كنا نتغنى به عن التسامي والألفة في مجتمعنا كذبة، محض كذبة بالمطلق. حتى احترامنا لنا كان كذبة تحت بند مخافة الله. أبدا، كان احترامنا لبعضنا البعض ليس من منبع أخلاقي شربنا حليبه من أثداء أمهاتنا، بل كنا نخاف السلطة، نهاب سطوة المخابرات. كان جاري يحترمني من باب الخضوع للقانون لا من باب الجيرة والتآخي واواوا. هل تذكر عندما رموا مكتبتي إلى الشارع من شرفة البيت وحرقوا وقتها ما يقارب 3000 كتاب؟ كان ابن جاري بينهم، أنا أعرفه من بين مليون شخص، ولو غطى وجهه بألف نوع من جوارب النساء الملساء. يا رجل اتركني بحالي، ما الذي دهاك لتعود لي بعد هذا الزمن؟ هل راودتك فكرة حمل السلاح لمرة وفي لحظة وعي هربت؟ بالمطلق، ليس فقط بالسلاح وحده تحيا الحروب. تصور، وها أنا أعترف لك ولأول مرة، كنت قادرا على قتل الكثيرين ومن غير سلاح. كان يكفي أن أقول حينها ردا على سؤال أحدهم لي كلمة ربما أو أعتقد، كي يموت شاب أو يذهب إلى غير رجع. كان يمكنك الصمت على الأقل، قل لا أعرف. في الحرب الصمت ممنوع، الانحياز إجباري حتى لو كان خارج القناع. وكلمة لا أعرف تعني عدم قبول التعاون، والتعاون هو الدخول في اللعبة. قلت لا أعرف وانقلب السحر على الساحر. ساحر؟ شو بسم الله عليك؟ عم تحكي مع حالك؟ ها. حين نكزني مرافقي بخاصرتي وأعادني لي، كنا متأهبين بانتظار وصول القطار، فالسكة لا تبعد عن مكان تجمعنا أكثر من 30 مترا. صففنا ونحن نجلس القرفصاء على شكل رتل طويل وراء بعضنا البعض، لا يشبه بالمقاربة إلا أرتال النمل. لم يمر من الوقت الكثير قبل أن يكسر رتم الصمت زئير القطار الذي دخل المحطة مثل ضيف مهيب الطلة. حاولت تقدير عدد الأنفار على ضوء القمر، لكنني فشلت بتحديد العدد والذي خمنت بأنه قد تجاوز أكثر من 300 نفر على أقل تقدير. بدأت الأبواب الجانبية للعربات تنفتح، تلمسنا هذا من صرير المعدن ببعضه من غير أن نعاين العربات من مكاننا. وعندما آنت ساعة الصفر انطلقنا لحجز أماكننا، فالعدد كبير جدا، وحسب اعتقادي أن عدد الركاب يفوق عدد الكراسي بمرتين إن صح التخمين. ما لم يكن بالحسبان هو ما كان الحال عليه، فعربات القطار لم تكن مخصصة لنقل الركاب، وهي لم تكن أكثر من مستوعبات حاويات حديدية كالتي تستعمل في الموانئ وغيرها. التسليم بالأمر هو الخيار الأول والأخير في تلك اللحظات، فالسفر في حاوية متحركة وسريعة أفضل من قصص خوف الطريق الذي لا نعرف معالمه. تحت هذه القناعة ومن باب إرضاء الروح، كان السفر داخل حاوية خيارا مقبولا. لم ندرك ما ارتكبناه بحق أنفسنا في تلك الساعة إلا بعدما أطبق علينا باب الحاوية اللعين. لبضع دقائق ساد المكان عاصفة صمت بعد الشعور بأن عجلات القطار بدأت بتدحرج، فالحاوية مظلمة حيث لا يمكن للمرء رؤية إصبعه. سرعان ما كسرت الهواتف النقالة هالة الظلام. كنت ومرافقي نسند ظهورنا إلى صفيح العربة عكس مسير القطار، فالمكان ضيق جدا تحت وطأة وجود أكثر من 100 نفر. لم يفسد هذا في ود التزاحم وجلوس البعض فوق الآخرين كمعتقلين داخل زنزانة لعينة، في ود الرحلة التي بدأت توها، فلسان حال الجميع كان يردد بدنا نتحمل بعض. الكل متفق ومن باب التجريب على هذه المقولة، وقد تلمست هذا عن كثب من خلال أن الركاب كانوا من جغرافيات مختلفة وألسن هي الأخرى مختلفة. مرت الساعة الأولى بكل هدوء ومن دون أن يعكر صفو حكايتها أي شائبة، لكن التململ بدأ يدب نبضه كلما تدحرجت عقارب الساعة أماما، فالعربة لم تكن مجهزة بأي فتحة لدخول الهواء بالمطلق. جل ما يدخلها من أكسجين جديد هو ما يتسلل من بين شقوق الحديد، فنسبة الهواء الداخل عبر تلك الشقوق لا تساوي 1% مما يستنشقه الركاب. تعالى أولا صوت امرأة بعدما عاينت اختناق أطفالها بين يديها، لكن من يسمع والقطار سائر لا يعرف أي منا وجهته اللعينة وفي أي ساعة سيتوقف. تعاضدت مع المرأة عدة نسوة وتحول الأمر إلى نوبة احتجاج،
فيما بعد انضم إلى ركبها عدد من الرجال لتتحول الحكاية من افتعال الصراخ إلى حكاية الطرق بقوة على الصفيح. ومن باب التبرير لعدم مشاركة في تلك المظاهرة التي لن يسمع أي بشر غيرنا أصوات مفتعليها، حاولت إشغال روحي بالبحث عن شق ما أو ثقب في الصفيح ألصق به منخاري في محاولة بائسة للحصول على غبة أكسجين واحدة. خلال هذه المعمعة سقطت بعض النسوة في غيبوبة، كنت أقرصني في كل فترة كي أتأكد من أنني لم أمت خنقا. حاولت استعادة رحلة البحر بكل تفاصيلها من دون إغفال أي أمر ومقاربتها مع رحلة القطار المقيت هذا. توصلت بعدها إلى أن سلطة الموت واحدة في كلتا الرحلتين، ولكن الأجمل هو لو أننا متنا في البحر سيكون الموت أقل وطأة من الموت في مستوعب للنفايات. عدا أن الموت في البحر، وهذا مهم جدا في القصة والتي تدلي أحداثها بما معناه، لا أحد يملك شهودا على موت البحر. البحر لديه من درجات الذكاء ما يغرق 1000 قطار ومن دون أي أثر أو دليل. بمعنى آخر، سر البحر في بطنه على عكس القطار، لا يمكن له إخفاء الأدلة التي قد تودي به إلى حبل الرائحة النتنة بعد أن نتحول من هالات بشرية إلى جيف، ولربما لا ترضى الطيور أو الضواري قبول لحمنا. بعد عدة ساعات من المسير خفتت حدة الاحتجاج في العربة، وذلك بعد أن خارت قوى المحتجين أمام قناعة بأن ما من أحد سيسمع أصواتهم وسقوط من سقط منهم مغشيا. في تلك اللحظات التي لم أستطع فيها الحصول على كمشة أكسجين هاربة، كنت ألصق خدي على خد الصفيح في محاولة لتحسس برودته التي تلسع روحي مثل نسمة. في 6 صباحا توقفت عجلات القطار عن الدوران. لم أستطع النظر ورائي في العربة خوفا من رؤية عابر حدود ما فارق الحياة اختناقا. فقط ألصقت كفي بصفيح الباب السميك بانتظار تدحرجه. حين دهم الضوء بهو العربة تكدس الرفاق عند أطراف السكة فوق بعضهم البعض، فالكل قفز فوق الكل وكأني بالقطار سيهرب بهم. الجميل في الحكاية الموجعة التي عبرناها مثل كابوس مزعج لا أتمنى لأي أحد عبوره حتى ولو في القراءة، بمعنى معاينة الموت والجلوس معه وجها لوجه لأكثر من 7 ساعات كاملة وهو يحرق أعصابك بلعبة الانتظار الحقيرة، بأن جل الركاب جددوا إيمانهم بعدما مروا في امتحان عصيب وصلوا لحقيقة مطلقة وبكامل القناعة بأن الجميع تخلى عنهم بدءا من الله خالقهم. لهذا رأيت البعض منهم يعيد ترتيب أوراقه من جديد مع الله، هذا بالعودة إلى لفظ الشهادة وبصوت مسموع، في حين وقف صديقي المسيحي تحت شجرة في المحطة بانتظار أخيه وهو يعيد رسم الصليب على صدره. بعد عودة الحياة ظننت بأن كل شيء سيكون على ما يرام، لكن حساب القرايا لم يتماشى بالمطلق مع حساب السرايا. كما قلت سالفا، فبمجرد النزول من العربات هبت مجموعة من الصبية جلهم من الأفغان كانوا باستقبال موكبنا، وهم من فتحوا لنا أبواب العربات للنزول، يحملون في أيديهم خيزرانات كالتي كان يستعملها المدرسون في المدارس وقت يأتي تلميذ ما إلى المدرسة ولم يحفظ جدول الضرب. على سيرة جدول الضرب اللعين، إلى الآن لم أحفظه، أحفظ منه جدول 5 وجواب 6 في 6. لم يسعفني فكري إلى أن الصبية يحملون العصية لسوقنا إلى مكان تال كالقطيع، فمنذ التفافهم حولنا أشاروا لنا نحو بلدة صغيرة تلوذ بروحها بين وهاد طبيعية تشكلت مثل شكل بطيخة كبيرة قطع منها حز صغير، فبيوتاتها مختبئة في ذلك الشيء الذي يشبه الثلم، والمطلوب الآن من الرهط الغفير الوصول إليها قبل أن تنفتح عيون السكان، لهذا يتوجب علينا الذهاب إليها ركضا. فيما تلمسناه بأن البلدة الصغيرة لا تبعد عن محطة القطار لمسافة قاربتها بحوالي 2 من الكيلومترات لا أكثر، هذا حين لحظة الانطلاق. نيسان أوروبا يختلف عن نيسان البلاد، فالزرع هنا لم يزل يحتفظ بكامل نضارته، وبمجرد عبوره في الصباح يغرق عابر الطريق في الأوحال جراء الندى الكثيف. مرت أكثر من 20 دقيقة من الركض، انفرط الجمع مثل حبات سبحة بيد زاهد. لم يتوانى الصبية الأفغان بين الحين والآخر من همز البعض بخيزراناتهم لحث الذين تقاعسوا عن اللحاق بالركب. تناوبت ومرافقي على جر بعضنا البعض،
فهو يركض بفردة حذاء واحدة، لكنه كان نشيطا على الرغم من أنه كان يعب في كل يوم علبة دخان كاملة. بت أسمع صفير صدري بأذني، ورغم برودة اللحظات الصباحية إلا أنني أشعر ببركان نار انفجر في داخلي. اللعنة، قلت. فكلما كنا نقترب من البلدة اللعينة كانت تبتعد، الوصول إليها يحتاج لعبور 1000 واد. من بعيد كنت أرى المكان وكأنه سجادة أو بساط أخضر ممدود لكبار الضيوف القادمين عبر بوابات العربات النتنة وصولا إلى تلك البلدة. لعل الشاب الأفغاني تلمس هالة العمر بيننا وبينه، وبدل أن يطالنا بعصاه حاول دفعنا برفق لنزيد من سرعة ركضنا وهو يصرخ بنا: يلا برودة، يلا برودة. أي بسرعة يا أخي. الله يخرب بيتك، عبيت أخوك متنا. أنا بأيام العسكرية ما ركضت المسافة. ثمت رجل يكبرني بعدد قليل من السنوات وقف في مكانه صارخا بالأفغاني الذي يحاول الدفع به ليمشي من غير فائدة: أخي اتركني، بدي موت هون، ما عاد بدي أوروبا، يلا عن أوروبا وساعة أوروبا. برود أخي، بوليس بوليس. حاول الشاب تخويف الرجل لكنه لم يفلح. روح من هون، ماني راكد لو يجي كل بوليس. الله يا زلمة، جيرة الله، روح من هون. وأنا أحاول توثيق اللحظة في رأسي، يدي كانت بيد مرافقي الذي أعطاه الله قوة خارقة ساعدته على جري وراءه مثل كلب مدلل، بينما كان صوت الشاب خلفي يرطن في أذني كلمات لا أفهمها. كنت مستسلما لكليهما تماما وقت غابت عن عيوني صورة الرجل الذي يرفض المسير أول دخولنا واديا جديدا. رأس الرتل دخل توا البلدة، حاولت التأكد هل نحن من جماعة الرأس أم الوسط أو الذيل. بالمطلق لم نكن من ركاب الذيل، عرفت هذا من وصول بعض الرفقة بعدنا بأكثر من نصف ساعة على الأقل، وذلك بعد أن دخلنا إلى منزل كبير مسور وهو عبارة عن زريبة كبيرة للأبقار أو الأغنام إن صح مقالي. فرشت أرضه بقطع سجاد بالية أو موكيت تفوح منه رائحة الروث والنتن. مثل هوج ماعز عاد من رحلة الرعي تجمعنا أمام صنبور الماء الوحيد في الهنجار في محاولة مجنونة للحصول على عبوة ماء نتجرعها بعد أن كادت تتوقف قلوبنا من الركض. فهذا جل ما يشغلنا الآن، هو أن نشرب الماء أولا ونستلقي على الأرض لننام لساعة على الأقل بعد كل ما مر بنا. لم ندرك بأن هناك مشكلة تالية لم نكن نحسب حسابها، ألا وهي حكاية الوقوف في طابور دخول الحمام. فبمجرد التفكير بحكاية الحمام وحدها يمكن للمرء أن يستفرغ أمعاءه من فمه لشدة هوج الرائحة الكريهة في المكان. وهذا ما جعلني ومرافقي نعرض عن شراء وجبة نسد بها رمق أرواحنا. الموت جوع أرحم. عقارب الوقت كانت تدلي في هذه الأثناء بوصولها إلى 8 صباحا لا أكثر، وهو ما يشير إلى أننا قد ركضنا حوالي ساعة وربع أو أكثر بقليل، وهذا ما نعده ومرافقي رقما قياسيا بالمفارقة مع أعمار الشباب الذين رافقونا. فكرة الخلود للنوم هي الأنجع بعد أن توسدت فرددي حذائي وذهبت إلى حيث السكينة الكاملة. كأس الشاي التي استفقت من أجلها كشفت لي بعض أسرار المكان، وقصتها بدأت حين بادل مرافقي ونفر آخر كل كأس شاي مقابل سيجارة. تلك السيجارة كانت فاتحة للحديث الذي يدلي بأن الشاب السوري محتجز هنا منذ أقل من شهر تحت سلطة كتيبة الإخوة الأفغان، وذلك لأنه لم يستطع تسديد ما تبقى مما يترتب عليه لهم لإكمال مسيره. بالطبع هناك عدد كبير غيره بانتظار أن يأتي الله لهم بفرج. فالبرودة، أي الأخ الأفغاني الأكبر ذو هيبة في المكان، لا يشبه إلا من كنا نراهم في الأفلام الهندية من المجرمين. فهو رجل ملتحن شديد السمرة ذو منخار كبير أفطس وعينين غائرتين. لم يكن طويلا بما فيه الكفاية، لكن عضلاته المفتولة والموشومة ببعض الرسوم المبهمة بعيدا عن الخنجر ذي الشعبين الذي يتدلى من خاصرته يبعثان الرعب في قلب أي نفر. لكنه على الرغم من كل هذه الصفات المخيفة كان ودودا في حديثه مع أي نفر، فكلمة برودة هي صلة الوصل بينه وبين أي شخص آخر. القانون هنا واضح ولا يحتاج لمحام يقدم لموكله النصح. كل من دفع ما عليه من مستحقات سوف يدون اسمه لعبور الرحلة القادمة، وغير ذلك يبقى هنا إلى أن يدفع فرصة الخطأ أو العبث مع البرودة. من المؤكد أنها معدومة إطلاقا،
فالبلدة كلها تحت سطوته عدا أنه يملك كتيبة مؤللة من الفتية، يعرف أين يحط الطير الطائر. كان الأمر يسيرا لي ولمرافقي حين تحدثنا إليه لنخبره بأننا قد دفعنا كل ما هو مطلوب في اليونان، وبمجرد معرفته باسم المهرب الذي أوصلنا إليهم قام بالاتصال به، وبعدما تأكد من صحة كلامنا قال: ستنطلقون الساعة 8 من مساء اليوم. نزاز نزاز.